بشكل عام بقى حياة كريمة في تواجدها في الريف المصري لما من ساعة ما بدأت. احنا استهدفنا في المرحلة الحالية اللي شغالة دلوقتي وقربت على الانتهاء شغالين في 4584 قرية في مصر كلها في كل محافظات مصر، شغالين ببنية تحتية وشغالين برضو مهم جدا جدا والموجودة دلوقتي بالمعرض الموجودة عشانه تنمية بناء الانسان المصري، الثقافة والتعليم والتطوير التكنولوجي وكل ده موجود معانا من ضمن اهدافنا ومن ضمن شغلنا في حياة كريمة ومحور كامل لتنمية بناء الانسان المصري. عندنا برضو المبادرات المختلفة اللي تمت وبتتم مستمرة ان شاء الله في حياة كريمة، زي مثلا انت الحياة، زي راجعين نتعلم، زي مبادرة برضو يدوم الفرح، في مرات كتيرة جدا، وصل الخير طبعا والنسخة الرابعة منه بدأت الفترة ديت، وصل الخير وموجودين مع أهلنا في كل مناسباتهم وكل ظروفهم. وعندنا كمان برضو اللي هي إعادة بناء الإنسان، ما هو ده كله عشان إعادة بناء الإنسان، إعادة بناء المنازل المهدودة أو المتهدمة بفعل العمل المختلفة، تمام، اللي هي سكن كريم. وموجودين برضو في معاشات حياة كريمة، موجودين في دعم الطلاب المدارس بكل ما يمكننا ان احنا نقدمه لولادنا واخواتنا في المدارس في التعليم والاهلنا في كل قرى حياة كريمة وفي كل مصر، حتى الاماكن والمدن اللي ما فيهاش احنا بننزلها بوصل الخير لان في اهلنا هناك محتاجيننا نكون جنبهم. القوافل الطبيه طبعا مستمره على مدار السنه وفي كل وقت وفي كل القرى، بتنزل بالتعاون مع الجامعات المختلفه، بالتعاون مع وزاره الصحه، كمان بمبادرات تطوعيه من شباب الاطباء والدعم بتاعهم ومع الجهات الطبيه المختلفه، موجودين بالتعاون مع المؤسسات الخيريه الاخرى، موجودين معاهم برده في القوافل الطبيه والقوافل الثقافيه والتوعويه موجوده، سواء قوافل طبيه بشريه وفي قوافل بيطريه موجوده في القرى طبعا بتهتم بالجزء ده جدا جدا، والتوعيه والثقافه في الفلاح نفسه والبيئه والزراعه، وكمان توعيه وتثقيف المراه المصريه بكافه النواحي نفسيه واجتماعيه وتعليميه واداريه وكل حاجه بنعملها، وكمان التوعيه التكنولوجيه موجوده بالتعاون مع وزاره الاتصالات، وطبعا في تعاون كبير جدا، البروتوكولات موجوده وبتتنفذ على ارض الواقع، وزاره الثقافه، وزاره الشباب والرياضه، وزاره التربيه والتعليم وكثير وتمام محليه اكيد. وعندنا تدريبات وعندنا كمان مفتوح باب التطوع لطلاب الجامعات كمان والافراد العاديين من كافه الاعمار موجوده بيقدم على السايت بتاعه، وكمان الجامعات بيعمل استمارة التطوع وبيتم التواصل معاه عشان تنسيق العمل التطوعي، والتدريبات بتتم تدريبات كتيره وفي ورش العمل اللي بتتم في القوافل المختلفه في كره حياه كريمه، وفي تدريبات تكنولوجيه بتتم ومفتوح باب التسجيل بتاعها على الموقع، مفيش مشكله يعني بيقدر يقدم ويسجل بياناته ويكمل معانا الفورمه بتاعتها وبيتم التواصل معاه. وفي فعاليات الفتره الجايه هيتم اطلاقها ان شاء الله باذن الله بنجهز لها دلوقتي، وموجودين معاكم في حياه كريمه في كل بيت في مصر وفي كل وقت ان شاء الله، وشرفتونا في الجناح بتاعنا في معرض القاهرة الدولي للكتاب.